الله يخليك. اقعد يا ولد. شفت لما جيت جدك حاسس انه روحه لبساني. انت بص انت العلاقه في وسط النواشي اللي واقفه دي دايم كل دول قاعدين خلي بالك. يا عسل بموت فيك. وكمان ناوي على البت اللي زي لهجه القشطه دي. لا كل اللي فتحيه تاني اخد عمرك وما تاخدهاش مني. عسل والله والله عسل. عايز اشوفك بعد الكنيف. تليفونك ايه طيب؟ اروح الكنيف. مالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا وليه؟ رزعتيني كده ليه؟ حلوه قوي يا عمري. ايه؟ هي مين دي الحلوه يعني؟ الليله يا عمده. ايوه الليله. الله يحزك يا ميه تدري. ما تروحي تشوفي الستات يعني ضيفيهم كده وكرميهم. طيب يا عمده. يا اهلا يا زعيم. اهلا بك يا عمدتنا. منور والله. الله يخليك الله يخليك والنبي زعيمكو يعني عايز اعمل بيبي. يعني ايه بيبي يا زعيم؟ ايه بيبي يا زعيم؟ بيبي يعني انا عايز اروح الكنيف. عارفين الكنيف؟ يعني انتوا بتعملوا بيبي؟ خلاص وصلت. عرفت دي؟ عايز اعمل الحمام يعني حمام. أيوة. يا أيوة. فتحية يا ستي فتحية. انت يا بنت يا فتحية وسعي سكة عشان الزعيم عايز يعمل زي الناس. أيوة. الحمام. ها أيوة. انا الزعيم رايح الكنيف. الزعيم حيخش الكنيف. اتفضل. بعد اذنك يا رجاله. اتفضل يا زعيم. وادي يا حلوان. امر يا عمده. هريسه متامن يا ولد. امان الامان يا عمده. حط في بطنك بطيخه صيفي. طب ورجتك ده يا فم. منور يا جناب المامور. امال يا حضره العمده، هو احنا لينا بركه الا جناب المامور؟ دول قولي الامر برضه، قولي الامر. ايوه يا شيخنا. احنا يا فتحيه انا اطلع لهريسه ازاي؟ هقول لك بس خلي بالك بالدياني. دبانه في كتفي هيسرقوها. دبانه ايه يا سليب؟ الديانه بتربصين له في كل حته. خليك بستحرص. ايوه خليني بستحرص. شايف السلب اللي في ظهري دي؟ فين؟ طلع لك انت سلم. السلب اهو. ده اللي جنبه ده. هتطلع في البين. في شبال. في البين تاني. في شبال. في فوق. في تحت. في بطله. في البين. في شبال. فوق. يلا. السلام عليكم. مش هنا منزل السيد هريسة؟ صحة يا ريس. انا طبعا كنت عايز اقابله يعني. انت جيت لعراك يا هالي. ايه ده؟ ايه على روحك الفتح؟ ايه يا عم انت يا عم اصحى وفوق وفتح للكلام. انت تعرف انت خلاص هي طارت منك ولا ايه؟ انا اللي يعني اسم من دهب وحروف من نار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا برضو بلد الجدعانة والرجولة والادب. اللمبي من السيدة زينب وعارف يعني ايه الوصول. مش انا اللي اقلم على صاحبي عشان خاطر في سوق خلاف بيننا وما بيننا. ماشي؟ سلامة يا شنتالة. ايه
قول ده بالعب انا مش مسيدة زينب والله. يا رب ابوك يحبك. طب يعمل عمره. طب يركب طعم دواسات. وحياة ابوك لاجي باسمك بالمرور. لكن ايه اللي صابك يا زينة الشباب؟ فوق فوق وطبني يا سيدي رجالي. بدري عليا لو ربنا كرمه وقام بالسلامي لدبح جدي ووزع على البلد كلتي. عيب عليك يا راجل اختيش، هو الزعيم مقامه جدي برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ابتدى يفوق اهو. الكنز 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 اللهم صل على النبي. انت ولا انتوا ناس تانية؟ لا حول ولا قوة الا بالله، بيخطرف يا رجال. ايه مصابته؟ الحمد لله على سلامتك يا بطل. الحمد لله على السلامة. تمام، ده انا دغدغكم كلكم. انتوا بتضربوني؟ عايز انا مش من المنطقه تضربوني؟ لا يا سليم. انا هضربك لو ركبت. انت بخير يا زعيم؟ الحمد لله. هو ايه اللي حصل يا سليبي؟ والله فاكر يا فتحي، والله فاكر، بس انا كل اللي انا كنت فاكره انه كان في خناقه مع حد فرديته بالبنيه. انت دحنا ايديا داخل في عطر. اصل الناس لقوا باربي في الشارع. باربي في الشارع يعني منتهى الصلاحيه انا ولا حاجه؟ مش مهم، حبدل على سلامتك ان شاء الله. يعني ده شارع بعيد الشارع عليك يا فتحي. صدق اول مره حس ان في بني ادم بخاف عليا، وفي في حنيه كده وودن يعني. قول لي انا خاف عليك يا زعيمني. ايه يا حد انت ده؟ ايه يا اخويا خضيت وده دي؟ ايه زعيمنا ما يتخضش يا عم. لا خد بالك بزيك يا عم. استنى، انت مش عارف التنين اصلا. انت مفيش اي تمييز؟ مفيش اي تمييز؟ انت مش في لحظه هنا عاطفيه تميز لحظه فيه هنا ودن وحنان؟ يبقى ما يبقاش حنكك يروح داخل في حناكنا واحنا لسه بنتكلم في الرومانسيكيه. ده عبيط ده ولا ايه؟ وكتاب الله الزعيم بتاعنا دي لو في منه 10 في بلدني لكنا نبقى احسن من اوروبا، وكان زمان جيوشنا جوه بلاد الانجليز كده، وكانوا هم اللي هيبقوا عبيد مش احنا. ايوه الاولى. وكان زمان مصر دي البلد اللي ما تغيبش عنها الشمس ابدا، وكان زماننا بعيد. بلا زبني بلا بكني. قوم يا اخويا اتطوه وكبلوا كلامكم بره. سليب لسه تعبان والقلب جوه ضلوعه. احنا عادتنا ملهاش لازمه. بس انا عايز اقول لك على سر يا سليمبي. حكايه هريسه اللي بتخطرف بيها طول الليل دي وموضوع الكنز هيكون سبب موتك. اللهم اني قد بلغ، اللهم فتح. ايوه تمام كده، واكيد العمده هو اللي عمل المهرج ده. رجاله ده الراجل ده شكله ده ضربني اني. ايوه دماغي كده فاكرها. لا اله الا الله. والله يا هريسه الكلب ما اعتاك، وان كان العمى ما كفكش عشان تقرب مطرح الكنز انا هخلص عليك. خبر ايه يا حضره العمده؟ اهدي مش كده؟ ساعه الغضب العقل بيذهب بيروح. وانا هعمل ايه بالعقل؟ انا عايز الكنز. ايوه كده صح يا عمده، الكنز. وانت مال امك؟ حد طلب منك رايي؟ اخرس انت هلا وحط بلغه في بقك. احنا يا عمده جربنا معاها الشده كتير وياما، يعني كانت عملت حاجه؟ كلب ولا يسوى زيده يحتكم على كنز ملوش اول ولا اخر. واني عمد الدنشواي وكبير الزرازير مملكش الا 1000 فدان و500 باره. ده عدل ده يا شيخ يا اللي دارس الدين؟ الدين براء من هذا الظلم، ظلم الانسان لاخيه الانسان، حكم الانسان لظلوم. وعشان يرجع الحق لاصحابه ونعدل الميله لازم يكون في الحكايه حكمه. حكمة؟ ايوه حكمة. اخرس انت. طيب يعني عاوزني اعمل ايه؟ خلص
احنا نخش عليه دلوقتي وما يحسش بوجودك خالص، تبقى سكتم بوكتم